بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من يهمه الأمر؟ مجمع ماء النهران في ناحية في قضاء الدير. هذا مجمع هل كان حقيقة هل كان ما لأي متابعة؟ راح أرويكم بالتفصيل شلون هذا المجمع بيسحب من الشط يطي للمواطنين مباشرة، يعني بدون تسطيح، بدون فلوس، بدون كل شيء، بدون معقمات، بدون أي شيء. مثل ما جاي يشوفون هذا مباشرة للبوري وللتانكي. هذا الباب شوية يعني تطرعوا بالموظفين يسووا شوية عن السرقة مال المطارات أو غيره. راح اسعدكم للتانكيات تشوفون بعينكم. ماي وصخ جدا.